صعبه انه الام يكون عندها بنتين مع متفيروس هذا كثير صعب كثير صعبه بس هني حابين هالشيء وهني فاتوا مع بعضهم ليقووا بعض هلا انا ما بستغرب انه تكوني هالقد هالقد يكونوا حلوين تامل هالقد حلوه مين تتوقعي رح يسبح منهم الليله صراحة هلا العلامات عم بتبين انه رومي ها بدنا ننطر الاخر سؤال موحد ومين ما طلع هني معتبرين حالهم انه طلعت رومي يعني طلعت رينا وطلعت رينا طلعت رومي بالكواليس قبل ما يكون في الحفل يعني بالبيت حكوا شيء انه شو حتكون ردة فعل اذا وحده منهم ربحت مش الثانية ما حكينا كثير بهذا الموضوع لانه صار لي جمعتين مش شايفتهم عندهم جامعة وهني هلا بالجامعة يعني عم يحضروا كوراتهم وعم بيحضروا لكينو لمين حدا من المرتبط او على بيت الوالد او شيء بعدهم فري عمرهم 21 سنه يعني بدهم يخلصوا جامعاتهم بسنوات سابقه ما كثير شفنا هالمستوى العالي من الجمال شو اللي شجع صبايا بناتك الليله على الـ على الـ على الاشتراك بالحفل اكيد اللانسمان كانوا عم بيحطوه على ال بي سي ونحن وقت اللي الوقت اللي فتنا بالجو وشفنا قد ايه في مصداقيه وشفنا قد ايه مزبوط يعني في انه ما في سنه ما بعرف غير سنين لانه انا شيء جديد علي بس حسينا انه مزبوط مثل ما عم يحكوا يعني وكتر خير الله لحديت هلا وصل لهم حقهم للصبايا فينا نعرف شيء اذا الاسئله او الاجوبه تحضر لهم قبل ولا هيدي هيدي بدك تسالي ال بي سي لانه اكيد كان عندهم استاذ عم بيعلمهم استاذ كثير كومبيتان يعني منه هين استاذ يزبك وهبي طبعا كثير كبير بس اكيد يعني كل البنات كلهم عم بي يعني عم نتوقع انه شو معقول ينسأل بس اكيد ما في شيء دكتور الكل الليله عم يحكوا بالبنات بصبايا اسم الله انه حلوين كثير وقمار وحتى على درجه عاليه من الثقافه هل كونك طبيب هل هالشيء ساعد انه يكون عندهم هالباك جراوند الثقافي نعم بعتقد اكيد لانه يعني جواباتهم هيك بتدل على هالشيء هذا انه هني عندهم ثقافة واسعة نعم مين تتوقع يربح الليلة من الصبايا؟ انا بعرف انا اثنيناتهم بحبهم يعني اثنيناتهم بتمنى لهم اثنيناتهم انه وحدة تطلع مس وحدة تطلع انه وصيفة يلي حتطلع وصيفة اولى او يلي ما حتطلع مس كيف ممكن تعودوا لها بالبيت؟ شو شو في ما ما في مشكلة ما عندنا مشكلة نحن ما عندها هي لهي ونحن عندنا مشكلة نعم. ولا فكرنا فيها هي انه نحن اثنيناتهم بيحبوا بعضهم وما نعم. في تفرقة نعم. هل الهدايا والإغراءات المادية كانت سبب وراء مشاركتهم؟ لا ما لا يعني نحن أحوالنا منيحة ومرتاحين نحن نعم. ماديا شكرا دكتور ميرسي ألف مبروك سلام